نصيحة. ربنا يخليك، بس أنا كنت عاوز أعرف رأي حضرتك في أدائي. الأداء كان كويس وأنت متمكنة من نفسك ولك حق. طول عمري نفسي أبعد عن هنا وأقول لهم اسمي الحقيقي. مثل الأرض بسنة تفاحة. عارفة ده معناه إيه؟ طب غير الموضوع، ندى راجعة. أنا بقى اللي هخطط لكم قصة ما شفتهاش في فيلم قبل كده. وحشني قوي. بس تكون أنت معايا. زي ما تقول الشمس اتقسمت وودت لكل واحد فيكم حته. اول مره فضلت فاكره كل تفاصيلها.